يعيش قاطنو حي الشهيد محمود بدوار بجمعة بلدية حسبونيف بولاية وهران وضعية مزرية بسبب غياب المشاريع التنموية. تفاصيل أكثر في ميكروفون كريمة سواك. وجه الأخر أن هنا تاع بلدية 8 أيام باه يجيبوا كاملة جابوها من عند شعبي كم التوح مكاش وهراني انا وين نسكن ها شوفوا وين نسكن شوفوا الجلاخ اللي راه في المرشي شوفوا الجلاخ اللي من المرشي لا لا كومين راه تجي هنايا 7 أيام 8 أيام ما تجيش شو بيها الكوليج راه قدامها حاشاكم الزبل ها هو لا قدامها الزبل والطريق يهضروا لنا على الطريق الطريق كاع ما كانش ونعيشوا حالة رعب احنا عندنا هنا متوسطات ولا ثانوية ولا بولادنا ولادنا كشغل توجور نحسوا بالريسك معاهم وجور ولادنا هكا ترسل بنتك اجي عندها 18 عام 19 عام تقرا كي تجي هكا مع الحشيه سيرتو في الشتاء تحس باللي راهي في الريسك حنا هاد الحي رانا نعانو سنوات وسنوات ماهوش سنه ولا اثنين ولا نعانو التهميش مانيش عارف التهميش هذا المسؤول اللي راه متخصص في هذا التهميش هذا الحي هذا الحي راه فيه مشاكل كبيره وحتى مشكل ما نحل المستوصف هذا تاع ابو جمعه راه عندها 3 مول كاسما ملي كملوه اونتبريز صاير بتصوالها بقات لها غير لاكرو تاع حنا دروك عندنا مستوصف الفوقه صغير ما يكفيش ويحل غير فتره صباحيه هكاك وحتى لي فاكسان رانا بلي رونديفو ديكالاج وهذا زعما رانا محتاجين زعما صحيا رانا محتاجين في حاله طارئه. من جانبه اكد رئيس بلديه حسبونيف ان انشغالات سكان حي الشهيد محمود ضمن البطاقه التقنيه لبرنامج المشاريع وسيتم الشروع في تجسيدها فور الحصول على ميزانيه 2023. كلمه سواك ثانيه. احنا يعني درنا بطاقه تقنيه ودرنا كاع رسائل كل شيء للسلطات الفوق وبفضل السيد الوالي قال لك اودي الحاجه اللي ما نخدموش نخدموا رانا نعانوكم ان شاء الله مع رئيس المجلس الشعبي الولائي ثاني فيما يخص قلنا نعاونكم احنا رانا قالعوا في الاعانه هذه ان شاء الله في هذه السنه ان شاء الله تدخل في هذه تاع بالك 2023 يعطونا هذه الميزانيه وان شاء الله ننطلقوا كاع في الاشغال الباقيه في حي الشهيد محمود عقود الملكيه تاع السكنات هذو الناس دفعوا ملفات على مستوى البلديه هنايا فيما يخص زيرو ويت كانز هذا كما نقولوا حنايا القانون هذا وحنا رانا نجلدوا الملفات.